تصعدتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المقلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيسة هيئة مكافحة الفساد تطلع على قضية السطو على أراضي جامعة الأحقاف. شركة النفط بساحل حضرموت تبدأ بتنفيذ مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في منشآت الخزن. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم مساعدات إنسانية على أهالي غيبة وزيرة. أهلا بكم. ذكرت مصادر محلية في مديرية شبام عن مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين بجانب محطة شبام للمحروقات بالسباق بالخط السريع. وأفادت المصادر عن قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على المواطن الذي يعمل كحارس للمحطة الحكومية في شبام بعدة طلقات نارية أدت إلى مقتله. ويأتي تكرار مسلسل الاغتيالات في وادي وصحراء حضرموت في ظل فشل القوات العسكرية الأمنية في حماية المدنيين. ناقش وكيل حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي آلية تطوير عمل مكتب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بالمحافظة مع مدير المكتب السيد أصف علي بوتو. وقدم السيد أصف شرحا مفصلا عن البرنامج والمشاريع التي تنفذها في كافة المديريات بحضرموت، خصوصا مشروع توزيع السلل الغذائية الذي استفادت منه أكثر من 150 ألف أسرة، لافتا إلى أن مكتب الغذاء العالمي سيعمل على تحويل هذه المساعدات العينية إلى مساعدات نقدية مع إدخال نظام البصمة للمستفيدين، مختتما حديثه بالتأكيد على أن المكتب يخطط لتنفيذ برامج أخرى في حضرموت تهدف لمساعدة المواطنين وتحسين سبل عيشهم. عقد اجتماع موسع لقيادات النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت بمقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمكلا برئاسة رئيس انتقالي حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر. وكرس الاجتماع الذي حضره عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عقيل العطاس لمناقشة المستجدات على ضوء نتائج اتفاق الرياضة وملامح مرحلة ضرورة حضور حضرموت في المرحلة القادمة وتثبيت حقوق أبنائها وفقا لما تضمنته أدبيات ولوائح المجلس الانتقالي. وبارك المجتمعون النتائج الطيبة التي حققها وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات جدة، معلنين تأييدهم الكامل لما تمخضت عنه تلك المفاوضات من نتائج تضمنها اتفاق الرياضة التاريخي. وأعربت القيادات النقابية عن استعدادها لتحويل الكيانات النقابية القائمة حاليا إلى كيانات نقابية جنوبية خالصة. اطلعت رئيسة هيئة مكافحة الفساد الدكتورة القاضية أفراح بادويلان اليوم في مدينة المكلا على أنشطة وبرامج جامعة الأحقاف بمعية مدير فرع الهيئة في حضرموت المهندس سالمين المعاري. وطافت القاضية بادويلان برفقة رئيس جامعة الأحقاف البروفيسور عبدالله باهارون بمكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة ومكتبة الدراسات العليا ومكتبة الكويت الإلكترونية بالجامعة، كما استمعت من القائمون على الجامعة إلى شرح مفصل حول أنشطة وبرامج الجامعة المختلفة. إلى ذلك اطلعت القاضية بادويلان خلال لقاء مع رئاسة جامعة الأحقاف على مظلومية الجامعة والسطو على أراضيها الواقعة غرب دار الضيافة في المكلا، مبدية استعداد هيئة مكافحة الفساد على الاستجابة لهذه القضية والقضايا الأخرى المتعلقة بالصالح العام. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون قاعة المختبرات العلمية الحديثة وقاعة الأنشطة المتنوعة ومعامل حاسوب بعدد من مدارس مديرية المكلا، منها ثانوية المكلا النموذجية للبنين وثانوية أبي بكر بن شهاب ومجمع فوة التعليمي للبنات وثانوية ابن سينا للبنين ومجمع ابن الهيثم بمنطقة خلفة. وقال الوكيل عبدون أن مديرية الساحل تشهد نقلة نوعية في البنية التحتية من خلال توفير مستلزمات المختبرات والأنشطة ومعامل الحوسبة للإسهام في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وربط الجانب النظري بالجانب العملي، مشددا الإدارات المدرسية في أداء الرسالة التعليمية وتفعيل التدخلات النوعية بما يخدم الخطط الموضوعة والأهداف المرسومة من قبل مكتب التربية. بدأ مهندسو فرع شركة نفط اليمنية بساحل حضرموت العمل في تنفيذ مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في منشآت الخزن النفطي التابع للشركة في منطقة خلف مدينة المكلا. وقال مدير عام فرع الشركة دكتور خالد العكبري إن المشروع يشمل تغيير العدادات والمساكب القديمة
بمنصات تعبئة الوقود وإحلال أخرى بدلا عنها أكثر تطورا وسرعة في إنجاز العمل، مؤكدا أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية في منشآت الخزن بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية التي يتم استغراقها لتعبئة البوزرات وقواطر الشحن ونقل المحروقات. يأتي هذا ضمن حزمة مشاريع ينفذها فرع شركة النفط بالساحل بهدف تطوير البنية التحتية لمنشآته. دشنت في مدينة المكلا الدورة التدريبية التنشيطية لمعالجة أمراض سوء التغذية الحادة الوخيم مع المضاعفات عند الأطفال ما دون 5 سنوات في الأقسام الداخلية، وتستهدف الدورة العمال الفنيين في ساحل ووادي حضرموت وشبوة والمهرة بدعم منظمة الصحة العالمية. وأشاد مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بدعم أنشطة منظمة الصحة العالمية لبرنامج التغذية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التي تعني بمعالجة أوضاع سوء التغذية، مشددا على المتدربين بضرورة الاستفادة من المعارف والعلوم التي سيتلقونها خلال فترة التدريب. أقيمت بمدينة المكلا دورة أساسيات الأشعة التلفزيونية في مجال النساء والولادة للطبيبات العاملات في المراكز الصحية بمديرية ساحل حضرموت. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. أساسيات الأشعة التلفزيونية في مجال النساء والولادة هي دورة علمية متخصصة للطبيبات العاملات في المراكز الصحية على مستوى مديريات ساحل حضرموت، والتي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان وتستمر لمدة 20 يوم. طبعا نحن ندشن هذا اليوم دورة تدريبية في مهارات الأجهزة التلفزيونية وأيضا التشخيص بالجهاز التلفزيوني للكادر الصحي في المراكز الصحية والمرافق الصحية التي تم دعمها منذ 2 سنين من قبل الأخوة في اليونسف بأجهزة تلفزيونية. هذه الدورة مهمة جدا في جانب التشخيص وجانب التدخلات والتقليل من وفيات الأمهات ووفيات المواليد. أتمنى أن تكون هناك مخرجات جميلة جدا تسهم في التقليل من وفيات الأمهات في هذا الجانب. الدورة التي تستهدف أكثر من 20 طبيبة من العاملات في المراكز الصحية على مستوى المديريات المترامية الأطراف تهدف في الدرجة الأولى إلى رفع قدرات العاملين في الجانب الصحي ضمن الخطة العامة لمكتب الصحة بالمحافظة، حيث سيكون التدريب فيها على مرحلتين، الأولى نظرية والثانية تطبيقية. الدورة تنقسم لقسمين، القسم الأول نظري عبارة عن محاضرات نظرية بياخذوها على مدى أسبوع، يعني 5 أيام من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ومن ثم بنقسمه إلى مجموعات صغيرة تكون عملي على مدى 6 أسابيع، كل مجموعة بتاخذ 2 أسابيع تدريب عملي مدة 10 أيام يعني متواصلة، بيكون معاهم في مراكز تدريبية مختلفة، معنا 4 مراكز تدريبية. الدورة الأولى من نوعها على هؤلاء الطبيبات سيتعرفن خلالها على مكونات جهاز السونار وكيفية تشغيله واستخدامه في المرحلة الأولى للحمل والحمل خارج الرحم، إلى جانب استخدام الجهاز في المرحلة الثانية والثالثة وحتى للمرأة غير الحامل. وكيفية استعمال، طبعا معنا كمان كيف يستعملون الجهاز الألتراساوند نفسه، لأنه وصلت الأجهزة لكن ما كان في تأهيل ولا تدريب عليها. ثمة معوقات نعم، وثمة أوضاع صعبة أيضا، لكن هنا همة وإرادة لمكتب الصحة العامة والسكان للارتقاء بالوضع الصحي في المحافظة نحو الأفضل. لقناة المكلا محسن بلبحيث. قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مديرية غيل باوزير، وذلك في إطار تحسين ظروفهم المعيشية. وقامت فرق الهيئة بتوزيع دفعات من المساعدات الغذائية في المديرية تتمثل في 1000 كيس من مادة الدقيق، استفادت منه مئات الأسر المحتاجة والمتضررة. وتقدم الأهالي بجزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانونها. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقدوم الهلال الأحمر إلى هذه المنطقة بكونها منطقة محتاجة إلى أمس الحاجة لهذه المساعدات وحضورهم وتقديم هذه المساعدات، ونشكر دولة الإمارات دولة وشعبا على هذا الموقف السخي منهم، وشكرا. أول
رحب بالهلال الأحمر الإماراتي على قدومه إلى هذه المنطقة، منطقة حباير، وتقديم العون والمساعدة، والشكر موصول أيضا للإمارات، الهلال الأحمر الإماراتي الذي وصلوا لنا هذه المساعدات. ونحن في منطقة حباير تقريبا محتاجين المواطنين أكثر شيء بحاجة لهذه المساعدات، وشكرا. وزع بمخيم بويت بمدينة المكلا مواد إيوائية غير غذائية للأسر النازحة من محافظة الحديدة، ويستهدف المشروع 23 أسرة، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر النازحة بسبب الظروف والصراعات، حيث قدمت مؤسسة إنقاذ للتنمية المواد الإيوائية الضرورية من فرش وبطانيات ومخدات وخزانات ماء وأدوات طبخ وطرابيل وفرش أرضيات وأفران تقليدية لمساعدتهم في توفير لهم بيئة مناسبة للعيش في هذه المخيمات وزعت عليهم. اختتم دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع بمدينة المكلا دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية واتخاذ القرار، استهدفت عضوات فريق مشروع برنامج قدراتي بدائرة المرأة، وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربات المهارات التي تمكنهن من اتخاذ القرارات الصائبة وفق منهجية علمية تعد اليوم من أهم القدرات التي تميز القائد الإداري. ويأتي هذا النشاط ضمن المرحلة الأولى من مشروع برنامج قدراتي للمرأة الذي سيختتم بتنظيم دورة في مجال الاتصال والتواصل يومي 19 و20 من نوفمبر الحالي. تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية الضلاعة من استرجاع سيارة مسروقة لأحد المواطنين في منطقة عتود بالمديرية، وأوضح مدير أمن الضلاعة النقي وليد بن شملان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيارة المسروقة بعد تلقيها بلاغ بسرقتها، وتم ضبطها في منطقة عتود التي تبعد عن مركز المديرية قرابة ساعتين. نظمت في مدينة سيئون ندوة علمية حول التصوير الطبي الرياضي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشعة، وناقشت الندوة التي استهدفت الأطباء وفنيي قسم الأشعة بمستشفى سيئون العام وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي الإصابات الرياضية في الركبة وطرق العلاج والتشخيص الإشعاعي لتمزيق الأربطة. والآن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعربية. النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيسة هيئة مكافحة الفساد تطلع على قضية السطو على أراضي جامعة الأحقاف. شركة نفط بساحل حضرموت تبدأ بتنفيذ مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في منشآت الخزن. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم مساعدات إنسانية على أهالي غيبة وزيرة. سيدات وسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.